مرحبا بكل السادة المشاهدين، جمهور النادي الأهلي في كل مكان. أكيد طبعا في انتظار كبير من كل جمهور النادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي، لهذه القرارات الهامة جدا طبعا اللي صدرت يمكن يوم الخميس. النهاردة كان استكمالا لجلسة اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان مستمر، وكانت جلسة يمكن امتدت لستة أو سبع ساعات، بدأت فيها الساعة الخامسة يوم الخميس. يمكن صدرت قرارات طبعا زي ما يمكن كل جمهور النادي الأهلي والسوشيال ميديا والصحافة طبعا الرياضية يمكن تناولتها بشكل كبير، لكن النهاردة كمان هيكون في قرارات هامة جدا بالنسبة للجهاز الفني للنادي الأهلي، بالنسبة لقطاع كرة القدم بشكل عام. كمان يمكن بشكل حصري على شاشة قناة النادي الأهلي يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ كان متواجد النهاردة خلال تواجده مع الكابتن محمود الخطيب في جلسة منفردة، توافد الكابتن سيد يليه مباشرة كابتن حسام غالي كابتن فريق النادي الأهلي، أيضا كمان الكابتن محمد فضل أيضا كمان تواجد، وكان يمكن اجتماعات منفردة مع الكابتن محمود الخطيب. المهندس عادل القيعي أيضا كان متواجد داخل مكتب مجلس إدارة النادي الأهلي. يمكن حتى هذه اللحظة كان الظهور زي ما قلت لك الباشمهندس عادلي الكابتن سيد كابتن حسام غالي كابتن محمد فضل، وليها تباعا طبعا نظرا لقرب الوقت الكبير لاجتماع مجلس الإدارة اللي يمكن حدد ليه يكون فيها الساعة الخامسة اليوم. شفنا طبعا المهندس محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة، الأستاذ إبراهيم الكفراوي، الأستاذ طارق أنديل، معالي وزير العام فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، الكل يمكن بيتوافد على مكتب مجلس إدارة النادي الأهلي لانطلاق الاجتماع الهام جدا. وبنأكد إن اجتماع هام لأن في قرارات هامة جدا طبعا بعد الفترة الماضية والأحاديث الكثيرة جدا لمجلس الإدارة والاتفاقات اللي لابد يكون في تصحيح كبير جدا خلال الفترة اللي جاية لفريق النادي الأهلي. وبنأكد يا شيما وبنخلي جمهور النادي الأهلي كمان يكون معنا في الصورة، النادي الأهلي خلال الفترة الماضية يمكن بذل كل المجهود الكبير فنيا وإداريا طبعا للحصول على البطولة الأفريقية اللي كانت حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الأهلي، لكن كعادة البطل وكعادة النادي الأهلي لابد يكون في استمرار للأداء، استمرار للبطولات، عدد كبير مشاركين في البطولات، لابد غلق هذه الصفحة بكل ما حدث فيها في البطولة الأفريقية. والفترة القادمة النادي الأهلي يمكن يشتغل على نفسه بشكل كبير في الجهاز الفني، اللاعبين، في تدعيماتها تكون قوية خلال الفترة القادمة للنادي الأهلي. يمكن ده اللي احنا بنلمسه وبنشوفه من خلال كمان معلوماتنا، يمكن بنحاول ان احنا طبعا نتقصى المعلومات داخل النادي الأهلي. الفترة اللي جاية هتكون في اخبار مبشرة جدا لجمهور النادي الأهلي، زي ما بنقول وبنأكد على الصفقات، لابد يكون في صفقات هامة جدا خلال الفترة اللي جاية. ايضا كمان الاجتماعات اللي مستمرة لمجلس إدارة النادي الأهلي في ظل طبعا التعب الكبير جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي بيتمنى له طبعا السلامة والشفاء العاجل. هيكون في عملية يوم الاثنين إن شاء الله بإذن الله، يكون الفترة القادمة الكابتن محمود الخطيب بكعادته متواجد داخل النادي الأهلي، ما يبقاش في أي آلام خلال الفترة القادمة بالنسبة له. يمكن رغم الآلام اللي احنا بنقول عليها لكن مجتمع، وكان متواجد النهاردة أول يمكن المتواجدين داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما بقول لك بدأت الاجتماعات فردية مع كابتن سيد باشمهندس عادلي كابتن محمد فضل كابتن حسام غالي، وفي اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يمكن في اجتماع مصغر كده بين الكابتن محمود الخطيب كابتن عادل القيعي كابتن محمد فضل وكابتن سيد عبد الحفيظ. امور كلها طبعا بتتناول خلال الفتره القادمه ايه اللي ممكن النادي الاهلي يقوم بيه او النادي الاهلي ممكن يطلبه خلال قطاع كره القدم، لان اكيد تواجد الكابتن سيد هيكون ليه دور خلال الفتره القادمه. ايضا كمان حسام غالي ومحمد فضل يمكن خلال الفتره اللي فاتت او خلال اليوم الماضي يمكن استقاله حسام غالي، والناس يمكن تناولت بعض الاستقالات لحسام غالي ومحمد فضل، لكن باكد لك حتى هذه اللحظه لم يصدر اي قرار رسمي باستقاله حسام غالي او استقاله محمد فضل. اكيد بنطمن كل جمهورنا من خلال شاشه الاهلي، بننتظر القرارات الصحيحه. في اجتهادات كثيره جدا يا شيما خلال الفتره الماضيه اكيد بيكون فيها بعض المعلومات صحيحه، لكن يمكن اغلب المعلومات بيكون فيها لغط كبير جدا، فبنتمنى الكل يكون مساند للنادي الاهلي، الكل يكون خلف النادي الاهلي، الخبر يكون صحيح فقط. يعني الاجتهادات دي يمكن بتاثر شويه على القرارات، بتاثر شويه على الراي العام داخل النادي الاهلي، لكن زي ما بقول لك النهارده وباكد لك يا شيما قرارات هامه جدا ستصب في مصلحه قطاع كره القدم بيها النادي الاهلي، وده اللي بنتمناه ان شاء الله. وكالعاده يا شيما كنا مستمرين معاكم من خلالك ومن خلال طبعا كمان اليوم النهارده على مدار اليوم بالكامل، كل القرارات وكل الكواليس والاخبار الخاصه بمجلس اداره النادي الأهلي هكون معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. عودة لك يا شيما. شكرا لك زميلنا كريم أحمد من النادي الأهلي فرع الجزيرة اللي بتقام فيه دلوقتي اجتماعات طبعا مهمة جدا عشان يتم بقى إعادة هيكلة وترتيب فريقنا فريق النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله تكون الاجتماعات دي تصب في صالح النادي الأهلي. طيب معانا دلوقتي مع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا.